من ابرز النجوم اللي غادي ينورونا اليوم في المسرح ديال القصر البلدي بمدينه تفلت الفنان الكبير فريد الركراكي. مرحبا بك. السلام عليكم وشكرا على هذا الاستقبال. شكرا للساكنه ديال مدينه تفلت وعندي واحد الشكر خاص للسي عبد الصمد عرشان على كل ما كيقوم به لهذه المدينه. احنا الان في الدوره الرابعه للمهرجان وكاننا في الدوره 10 ولا الدوره اكثر من 10 لانه تنظيم محكم. فنانين كبار كيجيو لهذه المدينه فانا كنشكروا وكنهنئوا وكنهنئ الساكنه بالتواجد ديال السي عبد الصمد عرشان كمسؤول في هذه المدينه. وما احوجنا اننا يكون عندنا بزاف ديال المدن لانه دائما كيفكر الساكنه ديالو كيفكر المدينه ديالو وكيجيب فنانين كبار. الا شفتوا البرنامج ديال هذه السنه ففيه فنانين مغنيين كبار واللي فارضين الوجود ديالهم في الساحه. كذلك المسرحيه ديالنا اللي مسرحيه الفشطه وهي الان مسرحيه ناجحه ومسرحيه اللي حققت واحد النجاح كبير في المغرب وهو صر على اننا نجيو نلعبوا هذا اخر انتاج مسرحي في مدينه تفلت. انا كنقول بانه كيخص العزيمه وخص الرغبه وخص المسؤولين كما قلت اللي تكون عندهم هذه العزيمه ويكون عندهم هذا يعني هذا البرنامج داخل في البرنامج الثقافي ديالهم في المدينه ديالهم.